أنا أماني الوشاحي، أنا صحفية وأديبة، أنا مصرية أمازيغية، وجيت لسيوة لأن سيوة هي موطن الأمازيغ المصريين. قررت إني أعمل جمعية خيرية للأمازيغ المصريين في سيوة. دي أول مرة أزور في حياتي أزور سيوة. لقيت الصورة فعلا اللي أنا كنت متخيلاها عن الأمازيغ. قبل ما اجي كنت بسأل نفسي سؤال، يا ترى هم هيتقبلوني؟ انا صحيح امازيغيه بس انا مش من القبائل هنا، فما كنتش عارفه هيتقبلوني ولا لا، هيقبلوني ازاي. والحقيقه يعني كانت المقابله يعني اكثر عاطفيه مما كنت اتخيل، وعرفت ان هم ان اي امازيغي بيجي من اي مكان في العالم بيعاملوه نفس المعامله. واتضيفت عند عائلة أمازيغية هنا، كنت نازلة ضيفة عليها. أنا حاسة إن أنا وسط أهلي، يعني ما حسيتش بإحساس غريب أو إن أنا ناس لأول مرة بشوفه، مع إن الحقيقة فعلا الناس دي أول مرة أشوفها، بس مش حاسة بغربة، يعني حاسة كأني بين أهلي، بتغدى مع أهلي، نايمة عند أهلي، بشرب شاي مع أهلي. انا جيت سيوة اول حاجه شفت الناس، وفي الاصل انا كنت جاي عشان الناس. شفت النقش السيوي بتاعنا ده؟ كان اصلا في رمز من الرموز الامازيغي. بعد سقوط حكم الامازيغ يعني في عهد الفراعنه على يد بعنخي، خلاص يعني هم تحس ان هم يعني انزووا. كان عددهم كبير وقتها، ملايين، يقال ان وقتها يعني عند سقوط دولة وحكم الامازيغ كانوا 5 مليون، دلوقتي هم بيقولوا انه 28 ألف مثلا او 25 ألف. الامازيغ في سيوة عبارة موجودين من زمان، من ايام الفراعنة، وتسموا بعدة مسميات في وفق النصوص الفرعونية، التمحو والتحنو والمشواش وامونيون وارماخيدي، يعني الشعوب اللي وصفها هيرودوت غرب وادي النيل كلها. هم انزو يعني لم يختلطوا في المك... يعني في 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 المعترك السياسي على مدى 3000 سنه. من لحد الثمانينات ما كناش نعرف ان احنا امازيغ. يحكي لي والدي ان في سنه من السنين كان في ضيوف جايين لسيوه، فيهم السفير الجزائري، اتكلمنا على الشعب الجزائري ونضال الشعب الجزائري وانها بلد استشهد فيها 1 مليون شهيد عشان تاخد استقلالها. فردوا علينا الناس اللي جايين باللغه، نفس اللغه، وقالوا يعني بيشكرونا وعرفونا انهم امازيغ وانهم بيتكلموا نفس اللغه اللي احنا بنتكلم بيها. زمان حجاج سيوه بيقول لما بنروح الحج بيقابلوا ناس مغاربه او جزائريين بيتكلموا نفس اللغه، او الى حد ما يقدروا يتعاملوا معاهم في اللغه. ده من القدم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جميع الأمازيغ في العالم افتكروا الأمازيغ في مصر اتفنوا، لكن من حوالي 20 أو 25 سنة، يعني من بداية الثمانينات، اتفجرت مفاجأة. كان وقتها طبعا وسائل الاتصال اتقدمت، المفاجأة دي إن هم موجودين، مفاجأة ليهم ومفاجأة لينا. مفاجأة ليهم إنهم عرفوا إن هم فرع من شجرة، وإن هم يعني ما هماش شعب في حاله، لكن هم جزء من شعب. وسبب اختلافهم عن بقية الشعب المصري إن هم عرق تاني جاي من شمال أفريقيا. لما حصل في شمال أفريقيا الجدب، أي عدم سقوط أمطار، وصف الحجيج، وده الكلام ده بعد الفتوحات الإسلامية لما فتحت شمال أفريقيا، وصف الحجيج لمؤثرين بهذا الجدب لوجود واحة بها مياه وبها عشب، فارتحل الأمازيغ بقصد الرعي إلى واحة سيوة. كانوا
في قوافل بتيجي على بتمر على سيوة، والقوافل دي أساسها للتجارة والرعي. لما وصلوا سيوة عدة مرات فتمركزوا في ليلة من الليالي، فقالوا أحد القوافل قالوا إحنا ممكن نتخذ سيوة كمركز لنا للتجارة والرعي، للأراضي اللي موجودة والمقومات الطبيعية تنفع إن واحد يعيش فيها. فأول حاجة فكروا فيها إن اختاروا مدينة شالي هي تابة، قالوا إحنا تنفع إن نبني بيوت أو نقسمها لمناطق. كانوا حوالي عددهم 40 فرد. وعملوا الشوارع في هذه القلعة عبارة عن أزقة، علشان لو جال غازي هيجوا يخشوا عليهم فرادى ما يخشوش مجموعات. وعملوا على نفسهم باب بيتقفل عليهم ساعة الغروب ويتفتح عليهم ساعة الشروق، وعلشان يحصنوا نفسهم في الفترة المسائية. جم العرب بعد كده مجاورين للأمازيغ، لما ما لقوش منهم ما يعني ما عرفوش يجيبوهم منين، فجولهم بطريقة المجاورة، والأمازيغ يقبل الجيرة خلاف البدو. البدو لحد يومنا هذا ما يقبلش الجيرة، أما الأمازيغ فهو يقبل الجيرة. فقبل العرب المجاورين معاه في هذه القلعة، وسكنوا خليط من الأمازيغ والبدو في قلعة شالي فترة طويلة من الزمن، وفيها تكاثر الأمازيغ وكونوا مع بعض 7 قبائل. مش كلهم أمازيغ، عندك قبيلة لغاية دلوقتي بتتكلم لغة عربية اسمها قبيلة شهيبات، دي واحدة من الـ11. فدي صرف وتاريخهم أقل من 100 سنة. قم سيوة واستقروا وقعدوا، فكان في الأول كانوا رحل. جاني ربطة البصرة، جاني ربطة البصرة. الغريب اللي يجي سيوة أول مرة أو حتى لو جاها مليون مرة بيشوف المرأة الأمازيغية، يقول لك في ستات ماشية في الشارع، في ستات بتبين وشها، هو يعتقد بالوهلة الأولى إن في قيد على المرأة، أو إن المرأة الأمازيغية دي عايشة بقى في العصور الوسطى لكن أنا ما أعرفش الحقيقة. هو حفاظ على المرأة. المجتمع الأمازيغي مجتمع أمومي، يعني إحنا من المجتمعات اللي تقدس المرأة. لما تيجي تشوف تاريخنا ما تلاقيش عندنا مثلا الجواري، فيش حاجة عندنا اسمها جواري إطلاقا في تاريخنا. أنا فاطمة محمد عثمان، رائدة صحراوية كمية تضامن اجتماعي، عضو مجلس محلي مدينة. قبل كده كان الست ما بتطلعش، ما بتتعلمش، ما فيش لا تعليم ولا خروج، لكن دلوقتي بالعكس، دلوقتي سيوة اتطورت، البنت بتروح مدرسة وتوصل للثانوية عامة، في صنايع وفي دبلوم، في اللي بتطلع في الإعدادية، وفي دلوقتي فاتحين مصانع كتير، البنات ما فيش بنت بتقعد في البيت دلوقتي. عندنا لسه في اعتقادهم ان الحريم طبعا عيب، ما يظهروش برا وما يتكلموش مع حد غريب، ويعني مرتبطين بالتقاليد لغايه دلوقتي. انما يعني نقدر نقول شويه بشويه يعني الجو بيتغير. المرأة ليها حقها، لما تطلع المرأة تبقى عضو في مجلس محلي مش معناتها انها بقت راجل، لا، بس هي عايزة تاخد حق المرأة كدور. انا عرفت الأمازيغ المصريين في سنة 2008، فيعني مش اكيد مش هم زي ما كانوا مثلا من 50 سنة او من 100 سنة، لكن هم الوقت قريب جدا كانوا هم عايشين بنفس العادات والتقاليد الأمازيغية الأصيلة اللي تورثناها بقى من آلاف السنين. لابد بعض التغيير بيحدث في الزي، في التقاليد، في المناسبات. انت عارف بقى تداخل الثقافات والحضارات بتخشها مع بعضها، فبتأثر دي بتأثر في دي ودي بتأثر في دي. فبالنسبة لسيوة لحد ما لغاية دلوقتي بعض العادات موجودة، لكن كتير منها في طريقها للتغيير والتحوير. احنا كأمازيغ مثلا
في عادات وتقاليد دي من مئات السنين دي موجودة، دي مش هتنقرض سواء بسياحة أو من غير سياحة، مش هتنقرض خالص العادات والتقاليد دي. بس فيه تطور بنعيشه مع الحاضر برضه، يعني مثلا احنا الأول بنمشي مثلا بالكرو لمؤاخذة بالحمار اللي فيها، دلوقتي ما فيش مانع إن نركبوا عربيات نواكبوا العصر اللي احنا ماشيين إيه فيه. هيدا يزيدك أجازة أجازة قبل الحدود تهمرتنا وبرقة قد قصت مكرت الملاعب برقة تنكر وقد شنو زمان راح دوا طيب شنو ده بحجيك؟ ها شنو ده خانا أخرى شنو ده خاويه إن إبراهيم الحماد اللهجة السيوية أو اللغة السيوية طبعا في مصر ما فيش مكان بيتكلم فيه حاليا غير سيوة فقط، مع أن بعض تأثيرات من اللغة العربية أو لغات تانية بدأت تخش فيه خاصة في الجيل اللي تعلم تمام اللي أخذ إطارات تعليم مستويات تعليمية عليا فبيستخدم بعض المصطلحات جوه اللغة. وبعد المكان خلي الناس يحافظوا عليها. اللغة صعب إنها تندثر لأن العائلات كلها والبيوت والطفل بيطلع بيتكلم لغة أمازيغية وبيتعلمش اللغة العربية إلا في دخوله المدرسة، بيحصل فيها دخول زي اللغة العربية لما بيخش لها كلمات بالإنجليش كده، لكن إنها تجوب خالص أو تنتهي خالص صعب. أنا بحثت ما في الكفاية عشان أجد أو أعصى على كتابة باللغة السيوية أو الأمازيغية على مخطوطة أو على كتاب إلى الآن، يمكن فيها بعد إلى الآن لم أعصر، لكن عثرت عليها على جدران أثرية للعصر الروماني. معنى ذلك إن النقوش دي اللي اتوجدت على مقصورات من العصر الروماني، إن بعد العصر الروماني أو أثناء العصر الروماني كانت اللغة أو الكتابة في سيوة تكتب ولو على نطاق ضيق. فطبعا اللغة الأمازيغية أو اللغات الأمازيغية أو السيوية فرع منها في شمال أفريقيا كلها ما عندهاش رصيد كبير في الكتابات، ده واقع أثري وتاريخي في شمال أفريقيا وفي سيوة هنا كمان. كان لما بيجوا يكتبوا كتابات عرفية مصالحات ملكية تقسيم ورث أو أيا كان بيكتبوه اللغة العربية. الفرح مجرد ما بيتجهز ميعاد بيتحدد ميعاد الفرح بيبقى بيتقسم ليومين، اليوم الاولاني بيبقى فيه ذبح الذبايح سواء عند اهل العروس او عند اهل العريس، وبالليل بتتعمل احتفاليه في الجامع بيحضرها كل الناس وبيبقى فيها اشهار واعلان لكل اهل البلد ان فلان اتجوز بفلانه، واهل العروسه واهل العريس هم اللي بيجيبوا العروسه، العريس ما بيروحش يجيب عروسته بالليل. وتاني يوم الصبح كل الناس بتيجي بتبارك لوالد العريس وأهله. طبعا الإسكندر الأكبر جه هنا لما جه زار مصر وقبل ما يفكر يبني الإسكندرية كان جه هنا ودخل، كان زمان ده معبد فعلا حقيقي معبد أمون، وقدم قرابين للإله أمون، وعشان كده زيارته دي زيارة تاريخية. من فوق المعبد كنت شايفة سيوة كلها زي لما تقف فوق برج القاهرة وتشوف القاهرة كلها، إحساس بالألفة ما حسيتوش في أي مكان تاني.